تواصل وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في مرحلتها 22 لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل نسبتها إلى 60%. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من مبادرة كلنا واحد في مدينة نصر بالقاهرة مراسل التلفزيون المصري عبد الله بركات. بركات، بعد التحية ضعنا في المشهد لديك من حيث حجم إقبال المواطنين وتوافر السلع ونسبة الخصومات. نعم، نحن الآن في أحد الشوادر المشاركة في مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي أطلقت وزارة الداخلية المرحلة 22 منها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تحت رعاية رئيس الجمهورية في 15 من الشهر الجاري. الشوادر والسرادقات الموجودة على مستوى محافظات الجمهورية هدفها الرئيسي أن يتم توفير السلع الاستراتيجية والأساسية وكذلك السلع غير الغذائية للمواطنين بنسب تخفيض تتراوح ما بين 30 إلى 60% من خلال قيام الموردين والكيانات الصناعية الكبرى بتوريد هذه السلع بكميات كبيرة للمواطنين، بحيث يستطيع المواطن أن يلبي كافة احتياجاته من هذه السلع بالأسعار المخفضة. يعني كما نرى في الخلفية هنا وكما يظهر الزميل مصطفى، هناك كمية كبيرة جدا من السلع موجودة في هذه الشوادر، ويمكن التخفيضات الموجودة على هذه السلع بتشير إلى تخفيضات كبيرة نسب تصل إلى 60% و50% و40%. يستطيع المواطن أن يحصل على كافة احتياجاته من هذه الشوادر. الشادر هو أحد شوادر واحد من الشوادر المنتشرة على مستوى الجمهورية. معنا عمرو خلف وهو منظم في مبادرة كلنا واحد، كلمنا عن توفير السلع الموجودة والأسعار الموجودة والتخفيضات. الحمد لله احنا بدأنا يوم 15/3 مستمرين، عندنا كم معروض كبير جدا يلبي جميع احتياجات المواطنين، منتشرين من خلال المبادره في اماكن كبيره جدا في الدوله، 993 منفذ وشادر وسرادق، شغالين على 3 محاور، سيارات متنقله، افرع سلاسل تجاريه، وشوادر زي اللي احنا متواجدين فيها الان اللي بتخدم المواطنين في الاماكن الاكثر كثافه بالسكان. بالنسبه للتخفيضات سيادتك، اول حاجه التخفيضات كلها موجوده في السلع الاستراتيجيه زي السكر والزيت والرز والدقيق والبيض، حتى استحدثنا كمان منتج البيض لاننا سعره ارتفع في السوق احتسسناه معنا في المبادره، فكل السلع موجوده سيادتك باسعار مخفضه. يعني سبيل المثال السكر ب 10.5 هنا موجود بره ب 14، الدقيق برده ب 10.5 هنا موجود بره ب 14 و15 جنيه، المكرونه كيلو ب 4 جنيه ده سعر السنه اللي فاتت، المكرونه دلوقتي وصل سعرها 6.5 جنيه بره. فالحمد لله احنا بنطمن المواطنين، كميه المعروض كبيره جدا 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 جدا، داخلين المبادره احنا بكامل ثقه ان احنا هنغطي المبادره حتى لو استمرت نهايه السنه. شكرا. يمكن يعني الشوادر جزء من المبادره، لكن ايضا هناك افرع السلاسل التجاريه المشاركه على مستوى الجمهوريه والتي يصل عددها الى 993 فرع لكبرى السلاسل التجاريه، متوفر هذه السلع فيها باسعار مخفضه، اضافه ايضا الى مشاركه منافذ امان التابعه لوزاره الداخليه في هذه المبادره بكميات كبيره من السلع الاستراتيجيه والاساسيه وباسعار مخفضه تصل نسبه التخفيض في هذه المنافذ الى 50%، اضافه الى قيام وزاره الداخليه بتوجيه سيارات متنقلة للأماكن الأكثر احتياجا بتتمركز في الميادين والشوارع الرئيسية لتوفير هذه السلع للمواطنين بالأسعار المخفضة. نرى أن هناك تكاتف ما بين وزارة الداخلية واستكمال جهود أجهزة الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين. إليك يوسف في الاستوديو. الزميل عبد الله بركات مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك على هذه الجولة في مبادرة كلنا واحد.